السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم حلقة جديدة. Welcome back to أبو مالك Makes and Bakes. اليوم بقى حنعمل نقيم البطاطا من الأرض لأنه صار هلا الخريف. It's now the fall season. It's mid October. We're going to get the potato from the ground. So I'll show you and share with you the crop. حنرجيكم شلون نساويها. قول بسم الله وصلوا على النبي. طلعوا شو البطاطا الحلوه طلع. اللهم صل على النبي. ليكو كم بطاطاي طالعه. هاي وحده ان بنحررهم من تحت من الجذور عشان ما ينتزعوا. We have to release the roots. هاي بطاطاي وهاي واحدة وهاي واحدة. هاي واحدة هون كمان لك. هاي أكبر. الله صل على النبي. شايفين شو طلع؟ اللهم صل على النبي. From one potato, look at what how much I got now. ما شاء الله. هلا هاي بطاطا عادية. This is a regular potato. We'll see, dig in and see what how much we have. This is one. This is two. Three. This is four. Five. Seven. حطهم على جناب وعقناه هون. هلا بنطالع الترابات. اللهم صل على النبي. هاي وحدة. This is a sweet potato. Here's another one. ما شاء الله. خلصوا. شايف شلون هذول بينزلوا بالارض وبيطالعوا بعدين بطاطا. هي وحده ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هي وحده. شوفوا ان شاء الله تعجبكم الحلقه. تدعوا لنا ولا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب دعاء. وزرعوا كل سنه كل سنه انتم سالمين. السنه الجايه زرعوا بيطلع معكم بطاطا كثير. هذول المحصول الثاني اللي انا سويته قبل شي كم يوم كمان جبت من هون. هلا هذول الاخر شيء. هاي البطاطا الحلوة قسمناها أصابيع حطيناها مع بطليل الجبل وريحان وزعتر وخلطناهم وشوية زيت وحطيناهم الفرن على 400 فرنهايت لحوالي ساعة.